بسيطة وغازة بسيطة ودعيب هدأة ودعيب هدأة شالب ولا بطة شالب ولا بطة شالب ولا بطة شالب ولا بطة أول مطلب يا طبيب أول مطلب يا طبيب أول مطلب يا طبيب أول مطلب يا طبيب وحريات تخصى وحريات تخصى معكم دكتورة ياسمين الغلال طبيبة داخلية في المستشفى الجامعي بطنجة. حنايا هنايا مجموعين حنا وليكوليك ديالي في الكلية الطب بطنجة عاملين وقفة احتجاجية بعد عدة محاولات من أننا نجلسوا في طاولة الحوار مع مدير المستشفى الجامعي ومع العميد ديال كلية الطب. نخلي زميل ديالي يقول لكم شنو هما المطالب ديالنا. دكتور أحمد بناني طبيب داخلي بالمستشفى الجامعي ديال طنجة. المطالب ديالنا عبرنا عليها في واحد البيان اللي هو كاين جوج ديال النقاط أساسية اللي هما النقطة الأولى اللي هي الافتتاح العاجل ديال المستشفى الجامعي ديال طنجة اللي تأخر بزاف. النقطة الثانية اللي هو الاختيار الحر ديال الاختصاص اللي مازال عندنا فيه مشكل بالنسبة لطنجة. لحد الساعة باقي ما كاين حتى شي تجاوب. طلبنا بزاف ديال الطلبات ديال الحوار باش نجلسوا معاهم على طاولة الحوار، ولكن لحد الساعة باقي ما كاين حتى رد. التخصص ولكن المشكل في الأرضية التدارب. إلا تحل المشكل ديال الأرضية التدارب جميع التخصصات عندنا الحق فيهم نختاروا اللي بغينا، فهمتي؟ كاين شي تخصصات ولكن الأغلبية ديال التخصصات اللي عليهم الطلب كثير وكيواجهوا هذا المشكل هذا من طرف لي شيف دو سيرفيس هما ديال الأوفطالمو طب العيون والكاسترو طب الجهاز الهضمي كارديو طب القلب والشرايين. هادو هما ثلاثة التخصصات اللي يعني مطلوبة. دكتور مراد مدوشي طبيب داخلي بالنسبة جامعي بطنجة. حنا كأطباء داخليين بعد 3 سنوات من أفواج ديال الأطباء الداخليين بدنا أعطينا الغالي والنفيس من أجل صحة المواطن من أجل الصحة بطنجة. حنايا الاطباء الداخليين كيشدوا جميع المستشفيات الموجوده بطنجه، كان مستشفى محمد الخامس مستعجلات وجميع لي سيرفيس اللي كاينين فيه، مستشفى محمد السادس، مستشفى القرطبي، مستشفى هنايا للسرطان، مستشفى الدوق دو توفار. حنايا اللي شدينا الازمه الصحيه ديال كوفيد سواء بمصالح الانعاش او المصالح العنايه المركزه او مصالح الفرز. حنايا كاطباء داخليين اللي شادين مستعجلات محمد الخامس اللي كيكون عليها واحد توافد كبير وواحد الضغط غير متصور ديال المواطنين والمواطنات. لا يعقل ان في 2021 في جهه كبرى كجهه طنجه تطوان الحسيمه وكمدينه مليونيه كمدينه طنجه فيها مستعجلات وحده، مستعجلات بدون معدات. ولينا كنحشموا ونقولوا للمواطن يمشي يجيب سيرين ولا يجيب سباغادغا، ولينا كنحشموا نطلبوا ادويه بسيطه لي زونتيبيوتيك كنطلبوهم، كنطلبوا مضادات الحراره اللي بغيت. ما يمكنش نخدموا في هذه الظروف. هذا سيدنا عطى انطلاقه ديال المستشفى الجامعي باش يدار في طنجه، حنا بغينا يتحل. ما يمكنش المستشفى هذه المستشفى كامل خصو يحل. خصنا اساسيده، خصنا معدات، خصنا تغطيه صحيه، خصنا السكن، خصنا الماكل اللي كيضمنوا لنا حق القانون. ما يمكنش حنا كاطباء داخليين هذه ثلاثه ديال الافواج مازال ما عندناش فوي ديالنا، مازال كنخلصوا الفوي من الفلوس ديال لي زانتان. ما يمكنش هذا الشيء. حنا كيضمننا القانون الماكل والمسكن، خصو يكون عندنا الماكل والمسكن. ما يمكنش حنايا كاطباء وفي طور التكوين بدون تغطيه صحيه كنواجهوا الكوفيد منين بدا من شهر 3 ديال 2020 وحنا كنواجهوا الكوفيد في الصفوف الاماميه. حنايا اللي في الصفوف الاماميه ديال الانعاش، حنا اللي في الصفوف الاماميه ديال التخياج، فيما مشيتي غتلقى لو ميدسان تان بريزون. داكو هذا هو العمل ديالنا. وكجزاء لينا بعد هذا المتبارك وهذا العمل اللي كنديروا بغينا حريه التخصص. حريه التخصص من حقنا ومن حق اي طبيب داخلي بطنجه.